الآفاق المستقبلية في ظل الاستقلال المتوحد؟ أولا الآفاق المستقبلية التي نعمل عليها انطلاقا من اليوم، لأن الاستحقاقات المقبلة على الأبواب التشريعية ديال 2016، ولهذا هذا اللقاء عنده رمزية، عنده أهمية كبرى، لقاء تاريخي توحدت فيه كل القوى، حضور الرواد الأوائل يعني زعمائنا المجاهدين وأبناء الشهداء الذين قدموا أرواحهم في سبيل هذا الوطن، إلى جانب شبيبة الحزب ونقابته ومنظمته. هذا شيء مهم جدا، وهذا يقوي عزيمة الاستقلالي والاستقلاليات وكل متعاطفين مع حزب الاستقلال استعدال الاستحقاقات المقبلة اللي إن شاء الله نتمنى أن نتصدرها باستحقاق، وأن تكون الديمقراطية هي الفائزة إن شاء الله بحول الله. وسيسجل التاريخ بمداد الفخر هذه المناسبة الجليلة التي اختار فيها المناضلون والمناضلات توقيع شهادة ميلاد جديدة للحزب وكتابة صفحة مضيئة في سجل تاريخه الحافل.